في بعد جزء ثاني. في رواية الغيابات المونديالية حضرت أسماء لو حضرت في مونديال روسيا مع منتخبات بلادها لتغير بعض من شكل المواجهات، فغاب في بلجيكا نايجولان من خطف لقب أفضل لاعب في صفوف روما موسم 2016-2017، والسبب عند روبرتو مارتينيز، فتوقفت مشاركات صاحب 30 عاماً في المحفل الكروي. رواية أكمل أحد فصولها جو هارت، من قدم موسماً جيداً مع ويست هام يونايتد بعد جملة من إعارات لأندية إنجلترا، وهو من بدأ مشوار المنتخب بمشاركة أولى حضرت عام 2008، فما نجح قفاز الأخير في بلوغ أعتاب روسيا، وما نجح فيراتي مع كل إيطاليا بالوصول للمرة 19 في تاريخهم رغم كل ما قدمه الأخير مع باريس سان جيرمان وتألق غير مسبوق في صفوف النادي العاصمي. بالعلامة الكاملة حضرت كتيبة السامبا في تاريخ وحاضر المونديال، وما غاب عنها إلا ذو حظ عاثر أو صاحب مستوى مرتقى لحجم الحدث، فغاب بداعي الإصابة دانيال ألفيس، من قدم موسما خرافيا في فرنسا ومن خطف عديد الألقاب والبطولات، حاله حال زميله دافيد لويز من شهد مستواه طفرة ما توقع أحد أن يخبو أثرها، والكثير عول على بقائه كرقم صعب في صفوف المنتخب الأول عطفا على أدائه مع تشيلسي. قائمة أبرز الغائبين اتسعت لكل من كريم بنزيما وإبراهيموفيتش في سيناريو مشابه لعدم اقتناع سدة التدريب باختيارهما في منتخبات عازمة وطامعة بتحقيق أفضل النتائج هناك في روسيا. معاذ خلوف، أصداء العالم.